بيحتفل النهاردة الفنان محمد سعد بعيد ميلاده 55 وسط زوجته وأولاده. وبمناسبة عيد ميلاده خلونا أقول لكم عن مشواره الفني، بس قبلها هقول لكم نبذة عن أولاده. اتجوز الفنان محمد سعد من خارج الوسط الفني وعنده 3 أولاد، وهم نور الدين وكريم وياسين. وظهر ابن نور الدين لأول مرة معاه في مسلسل شمس الإنصاري، إلا أنه ما شاركش مرة تاني في أي أدوار رغم شطارته وإبداعه في الدور. واشتهر محمد سعد على مدار مشواره الفني لأكتر من 30 سنة بالأدوار الكوميدية اللي كانت سبب في إسعاد عدد كبير من الجمهور اللي بيحبوه. وشارك الفنان محمد سعد في الكثير من الأفلام الكوميدية، وقام بتجسيد شخصية الليمبي في الكثير من الأفلام مثل الليمبي والناظر واللي بالي بالك والليمبي 8 جيجا وفيفا قطاطا. وبدايته في الفن كانت من خلال مشاركته بدور صغير في مسلسل وما زال النيل يجري، وفي فيلم الطريق إلى إيلات، وكانت انطلاقته الحقيقية من خلال مشاركته في فيلم الناظر مع الفنان علاء ولي الدين وأحمد حلمي لما أدى دور الليمبي، وتسببت الشخصية أنها تكون سبب شهرته في أعمال كتير بعد كده. وشارك بدور البطولة في أفلام زي حياتي مبهدلة وتتح وتك تك بوم والليمبي 8 جيجا وبوشكش وكركر وكتكوت وبوحة وعوكل واللي بالي بالك والليمبي. أما بقى صوت محمد سعد ظهر في أعماله الأولى في بداية مشواره الفني، فمين ينسى غنائه في فيلم الطريق إلى إيلات 1994 لأغنية مصر يا أمة يا بهية، ومعقولة بطولاته واللي شارك فيها أحمد حلمي عام 2001 في 55 إسعاف غنى الثنائي أغنيتهما مارجريتا جوه الفيلم. وفي 2002 غنى أغنية طالع خلاص بكرة براءة وحبيبي خسارة. وفي 2003 غنى أولى تجربه للبطولة بالشخصية الجديدة في فيلم اللي بالي بالك أغنية حب إيه. وفي 2004 غنى أغنية عوكل في فيلم عوكل، ويلي نسيت الغرام في فيلم بوحة، وأغنية ليدي في فيلم كتكوت. بعدها غنى في فيلم كركر 2007 أغنية طز في كل حاجة. وفي 2008 في فيلم بوشكش غنى أغنية أنا اللي بجيب وأودي واللي منك منك في الليمبي 8 جيجا. في 2010 وفي فيلم تك تك بوم غنى محمد سعد قال وكنت رئيس، وتتح جاي وسط الكلمس في فيلم تتح، وخلتني أقول من فيلم حياتي مبهدلة. وأعمال كتيرة تعودنا أن احنا نشوف فيها محمد سعد والضحكة مش بتفارق وشنا، ده لأنه بإبداعه الفني قدر يخطف قلوبنا ونبقى دايما عايزين نشوفه. ده غير الكلام اللي بيقوله في الأفلام والمواقف واللي بتعلق معانا بعد كده على مدار يومنا.